أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صل الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في موقع الحرة: العراق، الهجمات ضد المصالح الأمريكية تتصاعد وتحذيرات من استمرارها. جاء في الجزيرة نت: العراق يعلن اعتقال متورطين بالهجمات الأخيرة والبنتاغون يتحدث عن تهديد خطير. نتصفح وإياكم في الزمان: تظاهرات في جنوب العراق على وقع الاستغلال الانتخابي للكهرباء. ونطالع في العرب الجديد: مجلس الأمن يمدد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. وجاء بين طيات البيان الإماراتية لبنان عرقلة مبكرة لإسقاط الحصانة في قضية انفجار مرفأ بيروت. نقرأ في الشرق الأوسط: الولايات المتحدة تخشى نفاد الوقت لإحياء اتفاق إيران النووي. ونقرأ في الاتحاد الإماراتي: حركة طالبان تعلن السيطرة على ما نسبته 85% من أفغانستان. أهلا بكم. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يحول العراق إلى أرض حرب دائمة، حيث أشارت المجلة في تقرير لها إلى أن إدارة بايدن ترى أن الوجود الأمريكي في العراق يهدد السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث اشتدت الهجمات على مواقع دبلوماسية وعسكرية مؤخرا. المجلة أضافت أن الأوضاع في العراق تزداد سوءاً، حيث باتت الهجمات الصاروخية وتلك المستخدمة بالطائرات المسيرة بمثابة عادة يومية، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للاستهداف بالصواريخ ما لا يقل عن 4 مرات منذ ضربات بايدن الدفاعية. وفي وقت يصر مسؤولو إدارة بايدن على أن الولايات المتحدة أعادت تأسيس الردع في المنطقة وأنها سترد على التهديدات الإيرانية بقوة كبيرة، لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر ذلك بدون أن يسفر عن وقوع قتل أمريكيين. وتحدث محللون أمريكيون للمجلة قائلين إن إيران بحاجة إلى معرفة أنها لا تستطيع الاختباء خلف قواتها التي تعمل بالوكالة في العراق، خاصة عندما يصيبون أمريكيين كما فعلوا مؤخرا. وقال مايكل نايتس الزميل بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن الدفاعات الصاروخية تعمل بشكل جيد جدا، لكن ما لم نراه هو الجهود الحثيثة لقتل الأمريكيين. وقال بعض القادة على صلة بإيران إنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن الرد على إطلاق النار يمكن للمعاملة بالمثل أن تنتهي، لكن المواجهة المستمرة تجعل خيارات العودة للاتفاق النووي مع طهران أكثر صعوبة. المجلة الأمريكية تضيف أن الولايات المتحدة فاجأت الميليشيات المدعومة إيرانيا بضرباتها، ومع ذلك فإن العراقيين يشعرون بالإحباط بسبب تحول بلادهم إلى ساحة معركة بالوكالة لحرب الظل بين الولايات المتحدة وإيران. تزايد الهجمات الصاروخية وبواسطة الطائرات من دون طيار على قواعد ومقرات بعضها يستضيف قوات أمريكية في العراق تحمل بين طياتها رسائل إيرانية لواشنطن. جويس كرم ترى في موقع الحرة أن هذه الرسائل تدور أولا وأخيرا في فلك حسابات طهران من دون أن يكون لديها أي ارتباط بمصالح الشعب العراقي والعراق كدولة ذات سيادة. توقيت الاعتداءات هدفه منح طهران وسائل ضغط في مفاوضاتها مع الغرب حول رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي. فكما جرت العادة تحرك إيران أدواتها وأذرعها الإقليمية للضغط على الغرب فيما تفاوض وتتناول القهوة والكعكة النمساوية مع المفاوضين الغربيين في فيينا. إيران لا تتجرأ على مواجهة أمريكا مباشرة، فتراها تختبئ وراءها عصابات وميليشيات ومرتزقة إقليميون للقيام بذلك. الساحة العراقية
وإلى حد مماثل السورية تناسب المفاوض الإيراني اليوم لعرض عضلات بإطلاق صاروخ يصيب مسجدا بدل السفارة، وإشعال حريق يعطل حركة مطار لربع ساعة من دون أن يكون له نتيجة على طاولة المفاوضات. مصلحة العراقيين أو السوريين هي تفصيل صغير لإيران، فأدواتها من حزب الله إلى مشتقاته العراقية والسورية هدفهم أبعد، وأحيانا على تضارب مع مصالح الدول المركزية التي يتحركون داخلها. فحزب الله ضاعف قوته وسلاحه بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وهو اليوم يصر على حماية طبقة سياسية فاسدة أفقرت لبنان وسلبت أموال مواطنيه. كذلك في العراق، هذه الميليشيات لن تسلم سلاحها مع انسحاب الأمريكيين، وهي لا تكترث لمصلحة المواطن العراقي الذي يبحث عن الكهرباء والماء وليس عن صاروخ كاتيوشا لإطلاقه فوق أكياس القمح والطحين. الكاتبة تختتم بالقول أن صواريخ الميليشيات الموالية لإيران قادرة على إحداث ضجيج إعلامي وإشاعة بعض الفوضى، لكنها في لعبة الشطرنج الأكبر هي دليل ضعف وارتباك في ظلمة انقطاع التيار الكهربائي. مصطفى الكاظمي، من المقرر أن يزور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي واشنطن نهاية تموز الجاري ليلتقي فيها للمرة الأولى الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمن جولة جديدة من جولات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لمناقشة ملف العلاقة بين البلدين، بما في ذلك جدول الانسحاب الأمريكي والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. محمد السعيد إدريس يرى في صحيفة الخليج الإماراتية أن هناك تعقيدات كثيرة تنتظر الحوار الاستراتيجي المزمع بين واشنطن وبغداد. تأتي هذه الجولة من الحوار بين البلدين في ظروف أكثر تعقيداً من ظروف الجولات الثلاث السابقة، سواء على مستوى العلاقة بين البلدين أو على مستوى الظروف الإقليمية التي يعيشها العراق، أو على المستوى الداخلي العراقي المقبل على إجراء انتخابات عامة شديدة التعقيد هي الأخرى. وعلى الأخص بالنسبة للكاظمي الذي لم يعلن حتى الآن عن ترشيح نفسه، وهذا أمر حتما سوف تكون له تأثيرات سلبية على رهانات واشنطن المستقبلية على شخص الكاظمي ضمن مخرجات الحوار المنتظر. الزيارة التي قام بها الكاظمي منذ أيام لبروكسل وتصريحاته خلالها تعتبر مؤشرات مهمة لحواره المنتظر في واشنطن. الكلمة التي ألقاها في بروكسل خلال اجتماعه بالممثلين الدائمين لحلف الشمال الأطلسي الناتو عكست همومه حيال التعقيدات الصعبة للملفات التي يواجهها. أما المسألة الثانية فهي إظهار جدية الضجر العراقي كونه أضحى ساحة صراع وتصفية لحسابات أمريكية إيرانية. التعقيدات الداخلية للكاظمي التي قد تعوق الوصول إلى نتائج مرضية في الحوار الاستراتيجي المنتظر مع الأمريكيين تتراكم بفعل اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة وازدياد حدة الاحتقان الداخلي في صفوف الحشد الشعبي لتصفية الحسابات مع الأمريكيين والرد على عملياتهم العسكرية الأخيرة. يشير الكاتب إلى أن هذه التعقيدات الكثيرة ترقبها واشنطن جيداً ويحمل أثقالها الكاظمي، وحتماً ستكون لها أثارها على مخرجات الحوار الاستراتيجي المقبل في واشنطن. لم تعد الحياة في لبنان تعتمد على الرؤية الثاقبة لرجالات دولة ولا على مبادرات فردية أو جماعية لأطراف إنقاذية محلية. بتنا في مرحلة متناسلة من ردود فعل لن تنتهي سوى بفعل الارتطام النهائي كما يصفها. المصطلح الدارج هذا حاليا في بيروت لشرح كارثية المرحلة المقبلة. بيار عقيقي يرى في صحيفة العربي الجديد أن هناك خطابان شبه مبتذلين لا يقتربان إطلاقا من اهتمامات الناس ولا يفهمهما حقيقة الوضع، لا يفهمان الوضع الحاصل في لبنان على الرغم من أن أبطالهما في قلب الحدث اللبناني. الأول هو الخطاب الكلاسيكي للسلطة الحاكمة التي تختبئ خلف الشعارات البراقة للتعمية على حقيقة التدهور المعيشي والصحي في لبنان.
يرتكز غدا الخطاب على مبدأ أن عقد الاجتماعات وأخذ الصور كاف لحل الأزمة. مثل هذه الاجتماعات تكرس نكرانا جماعيا للسلطة وترسخ ضعفها حيال حماية الناس، لكنها في المقابل تمنع عليهم حقهم الطبيعي بالاحتجاج، أي موتوا بصمت. الثاني هو الخطاب المثالي الذي يطلب من الناس الصبر والتحمل حتى موعد الانتخابات النيابية المقررة مبدئيا في ربيع عام 2022. لا يريد أنصار هذا الخطاب الانتباه إلى أن الناس لا يمكنهم الصمود حتى ذلك الوقت. الأهم أن إجراء الانتخابات في موعدها بات مشكوكا فيه، فأحزاب السلطة لن تألو جهدا في الحفاظ على نفوذها، مستندة إلى سابقة تأجيل الانتخابات النيابية 5 سنوات من عام 2013 إلى عام 2018، وتحاول تحفيز أنصارها بخطابات لم تعد تلقى صدى عند الناس. بالتالي الفراغ الناشئ عن ابتعاد الخطابين عن الناس سيدفع إلى استيلاء خطاب جديد مصنوع من تفاصيل الأزمة الاقتصادية ومن عشوائية سياسية متفاقمة، ولن تتمكن صناديق الإعاشة الحزبية من قمعه، لأن سرعة توزيع صندوق واحد أبطأ من إمكانية عرقلة الخطاب الجديد. والمفارقة بحسب الكاتب أن قوة الخطاب المنتظر على الرغم من مأساوية الوضع تكمن في استمرار التردي الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت. هذا يعني أن انفجارا ما سيحصل في لحظة ما لا أحد يمكنه توقعها وسيسري كالنار في الهشيم. تابع العالم برمته جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء الخميس الماضي حول إشكالية سد إثيوبيا في محاولة لدرء الخطر الداهم الذي يتهدد مصر والسودان من جراء التعنت والإصرار الإثيوبي على الملء الثاني وما يليه. وبات التساؤل ماذا بعد تلك الجلسة وإلى أين تمضي الأحداث؟ إيميل أمين يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن الجلسة لم تخرج في محصلتها النهائية عن التوصية بتعزيز العملية التفاوضية في أسرع وقت. المزيد من المفاوضات بعد نحو 10 سنوات من التلاعب والمراوغة من الجانب الإثيوبي وتسويف الوقت يعني مد حبل النجاة لإثيوبيا كي تغير الوضع القائم لنهر النيل منذ مئات السنين إلى وضع قادم يتفق والصلف والغطرسة التي تبدت في كل مواقف أديس أبابا طوال عقد من الزمن. لم تكن الحقائق تغيب عن أعضاء مجلس الأمن، وفي المقدمة منها أن الهدف الرئيسي من وراء هذا السد ليس التنمية بقدر حصار مصر والسودان وتعريض حياة نحو 150 مليون إنسان للخطر الداهم، وهو أمر تدركه جيدا دولة المصب وتتحسبان له منذ زمن وزمنين، ومن غير التعويل على مجتمع دولي مصاب في معظمه بحالة من البراغماتية التي لا تقيم وزنا إلا لمصالحها بالمنظور الضيق. النوايا المبيتة من قبل إثيوبيا لمصر والسودان واضحة لا تغيب عن أعين الباحث المحقق والمدقق، وحديث بناء 100 سد العام المقبل يؤكد نظرة الأطماع الإثيوبية في مياه النيل الأزرق بأكمله أول الأمر. الهدف الأبعد لإثيوبيا الذي تقف وراءه قوى إقليمية ودولية هو الوصول إلى نقطة زمنية معينة إلى مرحلة تسليع المياه ومن ثم بيعها إلى دول المصب. وتختتم المجلة تقريرها بالقول إن الانسحاب عذراً. الكاتب يرى طبعاً في مقاله في ليلة الخميس الكبير كما وصفها هي أن طرح القضايا المصيرية يبدأ من الذات لا من عند مجلس الأمن حتى وإن لزمت الأمور الإجرائية المرور من خلاله كشكل من إبراء الذمة في عالم لا يقيم وزنا إلا للقوة الخشنة. علقت مجلة الإيكونوميست على خروج الولايات المتحدة من أفغانستان وقالت إنه يعد هزيمة منكرة، وحذرت المجلة من تداعيات النزاع على الأفغان والتي تبدو الآن كارثية ومن المحتمل أن تزداد سوءا. وأشارت إلى أن الأمريكيين الذين قاتلوا في أفغانستان منذ 20 عاما وأنفقوا تريليوني دولار على الحرب وخسروا آلافا من الجنود يصفون كل العملية مغامرة بدون أن يكون لديهم نتائج ملموسة ليتحدثوا عنها.
صحيح، لم تعد القاعدة التي كانت السبب وراء الغزو بعد ضربها أمريكا في 11 من سبتمبر، لكن المسألة لا تتعلق بالقاعدة فقط، فقد عادت حركة طالبان التي أطاحت بها أمريكا من السلطة في عام 2001، وهي تسيطر بشكل كامل على نصف البلاد وتخطط بغزو النصف الباقي. أما الحكومة الأفغانية التي قواها الدم والمال الأمريكي فهي فاسدة ومكروهة وفي هزيمة مستمرة. ومن الناحية النظرية فحركة طالبان والحكومة التي تدعمها أمريكا تتفاوضان حول تسوية سلمية يسلم فيها المقاتلون أسلحتهم ويشتركون في الحكومة داخل نظام سياسي سيعاد تشكيله، وفي أحسن السيناريوهات يمكن أن يؤدي الدعم الأمريكي للحكومة ماليا وعسكريا الذي يرفق بضغط على أصدقاء طالبان كباكستان إلى أن تشارك في السلطة. وحتى لو حدث هذا والفرص قليلة فإن المشهد سيكون مثيرا للكآبة، وعلى أقل تقدير فالحرب الأهلية ممكنة، حيث تواصل طالبان الضغط وتحاول الحكومة القتال من أجل البقاء، وستحاول الدول الأخرى كباكستان والصين وروسيا وإيران والهند ملء الفراغ الذي خلفه الأمريكيون، وربما قدم البعض الدعم المالي والعسكري لأمراء الحرب، وستكون النتيجة حمام دم ودمار في بلد يشهد الحرب المستمرة منذ أكثر من 40 عاما. المجلة ختمت تقريرها بالقول إن الانسحاب الأمريكي هو مأساة لأفغانستان، وإن لم تكن أمريكا قادرة على حل مشاكل أفغانستان، ولكن مغادرة البلد وإعادته للمربع الأول هو بمثابة فشل ذريع. وفي خبرنا لهذه الحلقة، أعلنت شركتا فايزر وبيونيتك أنهما تستعدان خلال الأسابيع المقبلة لطلب تصريح من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، بما يدعم الوقاية من السلالة المتحورة دلتا. وأضاف بيان للشركتين أنهما لاحظتا أن هناك نتائج مشجعة للتجارب الجارية على جرعة ثالثة من اللقاح الحالي، مبينا أن الشركتين تتجهان لتقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية في الأسابيع القليلة المقبلة. وأتابع بيان الشركتين أن البيانات الأولية للدراسة تظهر أن جرعة تحصين تعطى بعد 6 أشهر على الجرعة الثانية توفر مستويات عالية من الأجسام المضادة للفيروس، ومن بينها تلك التي ضد المتحورة بيتا التي ظهرت في جنوب أفريقيا. أشار إلى أن هذه المستويات أعلى بنسبة 5 إلى 10 مرات من تلك التي شهدت بعد تلقي الجرعتين الأوليتين. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.